نديروها في فقرة شهيوة لالا بشرى. معنا من وجدة. لالا بشرى صباح الخير. الو صباح الخير اختي دنيا، كيف صباح النور. مرحبا، الله يبارك فيك. لاباس؟ مرحبا بك. غادي في الساعة ما بقاش الوقت، غادي نعطيك واحد الطاجين ديال اللحم الغنمي بالقرعة الحمراء. طاجين اللحم الغنمي بالقرعة الحمراء. واه، بالنسبة للمقادير عندنا كيلو ونص ديال اللحم ديال البكري بدون عظم، بلا العظم ديالو، غير هبرة. كيلو ونص غير هبرة. جوج كيلو ديال القرعة الحمراء. جوج كيلو قرعة حمراء. جوج بصلات. جوج بصلات. جوج فصوص ديال الثوم. جوج فصوص ديال الثوم. نص معلقة صغيرة سكنجبير. نص معلقة صغيرة سكنجبير. معلقة صغيرة ديال القرفة. معلقة صغيرة ديال القرفة. معلقة كبيرة ديال راس الحانوت. ومعلقة كبيرة راس الحانوت. ربعة المعالق كبار ديال العسل، اللي ما عندوش العسل يدير سكر سنيدة. ربعة المعالق كبار ديال العسل أو سكر سنيدة. معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون. معلقة كبيرة زيت الزيتون. وشوية الملحة وشوية البزار. وشوية الملحة والبزار. واه، بالنسبة للطريقة غادي نجيبو اللحم ديالنا وغادي نديروه يتسلق في الماء في كوكوط لمدة ساعتين. ومن بعد غادي نصيوه وغادي نقطعوه إلى مكعبات كبيرة. غادي نمشيو للقرعة ديالنا غادي نقشروها ونقطعوها كذلك إلى مكعبات كبيرة. ونقشروا البصلة والثوم كذلك. غادي نجيبو الطاجين ديالنا غادي نوضعو فيه الزيت. مكعبات ديال اللحم والبصلة والثومة والسكنجبير. وراس الحانوت. وغادي نخليو كلشي يتقلى على نار هادئة حتى ديك البصلة تذبل. ومن بعد نضيفو الماء. نخليوه. شوية الملحة والإبزار. غادي نغطيو الطاجين ديالنا. وغادي نخليوه يطيب لمدة 40 دقيقة على نار هادئة. شوية نحركوه. اللحم مع سلقناه غادي في الساعة يطيب. شوية شوية. ومن بعد عاوتاني غادي نضيفو له قطع اللحم، منين نشوفو اللحم بدا يدخل فيه الطياب. غادي نضيفو القرعة الحمراء. لأن هي في الساعة تطيب. ونديرو لها القرفة والعسل من الفوق. ونحركوها ولكن ما نضيفوش الماء، نخليو ديك المرقة شوية تنشف. ونغطيو الطاجين. ونخليوه يتابع العملية ديال الطياب ديالي مدة 20 دقيقة. على نار هادئة. ومن بعد نقدموه الطاجين ديالنا سخون الصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. هادي درتو غير البارح والله إلا مزيان توجا مخير. إن شاء الله نجربوها لالا، وحنا كنبغيو أننا نوعوا في الأكل ديالنا. نهارك مبروك أيضا. كانت بشرى آخر مكالمة معنا في فقرة شهيوة لالا.